حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في استوديو اليرموك وننتقل الى ملفات جديده. وملفنا الحقيقه الان هو يعني ملف مؤسف لاجراءات تم اتخاذها بحق نشطاء سياسيين. نتحدث عن اعتقال النشطاء السياسيين واصحاب الراي. هو الاعتقال بحد ذاته امر مؤسف، ولكن عندما تكون طريقه الاعتقال ايضا فيها انتهاك للحرمات وليس فقط للمنازل وإنما حتى لبيوت الله، حيث تم اعتقال أحد الناشطين وهو الأستاذ محمد أبو الهيجة عن طريق اعتقاله في المسجد، دخول الأجهزة الأمنية للمسجد وترويع المصلين من صلاة الفجر ليتم اعتقاله. نعرف أكثر عن تفاصيل حادثة محمد أبو الهيجة وملف معتقلي الرأي خلال الآونة الأخيرة، واسمحونا الحديث عن هذا الموضوع أن نرحب برئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ عبد القادر الخطيب. أستاذ عبد القادر مساء الخير. مساء الخير، يا هلا أهلا فيكم. تحياتنا أستاذ عبد القادر. يعني حابين بداية تحكي لنا أكثر عن قصة الأستاذ محمد أبو الهيجة، شو اللي صار معه وكيف تم اعتقاله بالتفصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسب ما روى لي يعني شقيقه، نعم، إنه الاعتداء تم في مسجد اللي بيصلي فيه دائما الفجر، وأثناء انتظاره لصلاة الفجر قوة مسلحة كاملة بأحذيتهم دخلوا المسجد واعتقلوه. في المصلين استفسروا شو بدكم، قالوا اللي بيحكي ناخذه كمان وسجلونا اسماء اللي حكوا. وكان يطلع صارخ بحيث انه ما خلوه حتى يصلي. يعني هذه طريقه الاعتداء، اعتداء صارخ وتحدي صارخ على مساجد الله. يعني هذا اعتداء على الحقوق والحريات وحرمه الحياه الخاصه، واعتداء على حرمات الله. يعني هذا المسجد اصلا مسجد في جوار الله تعالى، هو دخل في جوار الله تعالى ولا يجوز الاعتداء. واعتداء على حرمة المسجد والمصلين من أشد أنواع الإفساد في الأرض. والمسجد هو مكان للتعبد والإحسان، ولا يجوز تحويله لمكان تهجم وتهديد. فلذلك هذا غريب وعجيب. هل حدث ذلك قبل هاي القصة في حادثة أخرى، ولا هي أول مرة سابقة؟ لأول مرة اعتداء سابقة. هذا يعني الدستور الأردني بيقول لك اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. والأردنية هي له حقوق. يعني أنا ممكن أتقبل هذا الاعتقال في حال كان محمد أبو الهيجة بده يعمل ضرر وعملية يحدث فيها خسائر على مستوى الوطن، ليش تم اعتقاله؟ وشو التهمة الموجهة له؟ عفوا، يعني حتى يتم إنه هذا كيس يعني يدخل مسجد في يعني هو حط حاله في جوال الله تعالى وفي حرمة الله. نعم. يعني دائما إذا واحد بده يهرب بالشغل بروح على المسجد بيحتمي فيه. نعم. طب ما في طريقة حتى يخرج يعتقلوه، فيش طريقة حتى يؤدي الصلاة. يعني هذا هم يوصلوا رسالة. رسالة لمين الله أعلم، لكن أنا بقول بدعي إلى كل من أمر بتنفيذ طريقة هذه الاعتقال وباشر في الاعتقال يجب أن يحاسب، ويجب أن يكون هناك تحقيق فوري في هذه الحادثة، لأنه حادثة لها رسالة معينة هي بيوت الله. طب شو التهمة بالله أستاذ عبد القادر؟ تهمة يعني تهمة عجيبة وغريبة. وين حرية الرأي والتعبير؟ شقيقه يقول أن تهمته كلها أنه قال على الفئة أنه يريد تحكيم شرع الله. هذه التهمة، تصور هذه التهمة أنه يريد تحكيم شرع الله. فهذا مصيبة أنه بهذه الطريقة يدخلوا على المسجد، مسجد فيه يعني اللي يدخله في جوار الله تعالى. لا يجوز اعتقاله او تهجمه. والله امر محزن. يعني احنا نضحك من السخرية على الواقع اللي بصير فيه. اذا وصلنا لهذه الدرجة معناته احنا على ارض الله السلام. فلذلك هذا لا يجوز باي حال من الاحوال، مخالف الكل، ويجب ان يحاسب كل من امر تنفيذ هذه طريقة الاعتقال ومن نفذ هذه العملية. هل يعني سبق أستاذ عبد القادر عندنا يعني مناخ معين من الحرية والديمقراطية إنه نرفع دعوة على السلطة التنفيذية اللي نفذت بهذا الشكل؟ طبعا احنا بنحكي عن من أصدر هذا القرار، هل ممكن فعلا يعني ممكن. الدستور الأردني بيقول كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب على القانون. هذا من ناحية النصوص، ومن ناحية التطبيق العملي ممكن. والدستور الأردني بيقول أن للمساكن حرمة، سوى المساكن مش المساجد، المساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
يعني الميه في القانونية جريمة، يعني إذا شفت أنت جريمة تطبق في هذا البيت تدخلها. يعني واضح أستاذ عبد القادر إنه محمد أبو الهيجة لو أتم صلاته وخلص ما راح يحدث ضرر على مستوى الوطن، يعني كان ممكن نستنى على ما يطلع، ممكن نحكي مع اتصال هاتفي، يعني في ألف طريقة. هل هو خارج البلد حتى يعتقلوه بهذه الطريقة التعسفية وينتهكوا حرمة المساجد وحرمة قدسية المسجد عشان بوست على الفيسبوك يحكم شرع الله؟ فلذلك الاعتقالات هي بتتم حتى الآن، النشطاء السياسيين اعتقالاتهم هذول يطالبوا بالإصلاح سواء على الدوار الرابع والهاي، ووجه لهم تهم إرهابية، صور تطويب النظام، التحريض على مناطق الحكم السياسي في الأردن، مجرد أن يقول شعار يريد تغيير النهج أو يريد تغيير رئيس الوزراء أو كذا يوجه له تقويض النظام. يعني ما يعني تكميم الأفواه ومنع أي شخص يتكلم بالتغيير أو في عندك حصيلة تقريبا بالأعداد اللي تم اعتقالهم في عهد حكومة الدولة المدنية، حكومة النهضة، حكومة الحريات، حكومة الدكتور عمر الرزاز، يعني في إحصائيات لأعداد المعتقلين معتقلين الرأي؟ هو ما بقدرش نحكي أضعت إحصائيات أصلاً، لكن اعتقالات على جنب وعطرات، يعني خلينا نحكي لك لأن في اعتقالات تتم في الدوار الرابع، نعم، اللي بالظاهر يتم اعتقالهم، يتم اعتقال على الفيسبوك أثناء اللي بيطالبوا الإصلاح السياسي، يتم ويعتقلوا وين في إدارة المخابرات ويتم حزهم. الآن في عندي ناس كثير حكوا معي على التلفونات انهم اولادهم الجامعيين معتقلين في دائرة المخابرات، اعطوهم على الفيسبوك يكتبوا معتقلين الان في دائرة المخابرات، ولا يسمح لهم بزيارة الاهل لهم ولا يطلعوا شهور، في منهم شهرين وثلاثة معتقلوا في دائرة المخابرات على تهم على الفيسبوك او اعجاب او لايك او كذا كذا. هذا هو وين حرية الرأي والتعبير؟ وين سيادة القانون؟ يقولوا في عندنا هون دولة القانون، وين دولة القانون؟ نعم. احنا بالعكس هذا ارهاب، ارهاب فكري، هم بيقولوا القانون من ارهاب لكن هم بيمارسوا الارهاب، ارهاب الفكري. نعم. وتكميم الافواه. انا بدي اشكرك على جهودك يعني في اطار الدفاع عن الحريات وجهود ايضا اللجنه في حزب جبهه العمل الاسلامي. شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد القادر. الله يبارك فيك. الله يسلمك. رئيس لجنه الحريات في حزب جبهه العمل الاسلامي، و الحقيقة قصة يعني غير مش متعودين عليها بتاتا، أن نسمع اعتقال في المسجد بستنى صلاة الفجر، يعني واضح أنه قبل إقامة الصلاة، واللي بده يحكي من المصلين نعتقله معه، يعني هاي إحنا ممكن نشوفها بالأفلام، ممكن نسمع عنها بقصص وروايات في أنظمة عربية أخرى غير الأردن بتاتا. أما نسمع عنها في الأردن، أنا مع اعتقال مين مكان، اعتقال ينال الفريحات هو بالاستوديو قاعد بصور إذا بيحدث ضرر للبلد، اعتقله وين مكان، بالمسجد، في بيته، في عمله، وين مكان، ماشي الحال، إذا في خطر ممكن أن يسببه هذا الشخص اعتقله، بالعكس هذا هو لتعزيز الأمن والأمان والاستقرار وما حدا بيعترض، ولكن شخص عشان بوست على الفيسبوك نروح نعتقله بهذه الطريقة، في ألف طريقة يعني إذا بدنا نحقق معه، في ألف طريقة نستدعي غير هذه الطريقة. أما الفاسدين واللي سرقوا البلد ونهبوها، خلينا نشوف صورة لاعتقالهم بهذه الطريقة. وأما الزعران والمجرمين والسفاحين والمعتدين على الحرمات وعلى المواطنين والأخذين الخوات ومش عارف إيش والسكرجية، خلينا نشوفهم يعتقلوا بهذه الطريقة. أما واحد كتب نريد أن نحكم شرع الله، يتم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديهم أصحاب القرار، الله يهديهم. وقفة وملف جديد.